رح نبدأ بمراسم الزواج. شو وين جانا؟ مين هي؟ أجيت، أنت قلت لي كلي وروحي، صح ولا لا؟ أكيد، أنا رح آكل وروح. بس قبل ما آكل جاوبني، أنت شو كانت علاقتك فيني؟ قلي شو كانت صلتي فيك لحتى عم تكرمني كل هالقد؟ سواتي أنتي اسمع، أنا ما عندي اعتراض إنك تتزوجها أبداً، بس بالأول لازم تجاوب على السؤال وفوراً. أجيت؟ مين هاي البنت؟ شو أجيت؟ أمك هلأ عم تسألك. إلا جاوبها، يلا قول إلا مين بكون؟ رح تقلها مين أنا ولا لا؟ ماما، هي صديقتي المقربة. صديقتك؟ ماشي، بس على قليلة. إلا كم سنة ضليت صديقتك؟ أجيت؟ شو عم تحكي هاي؟ بعتقد في سوء فهم. أنا رح أحاول حل الموضوع. يا حكيم، رح أرجع بعد دقيقتين، ماشي؟ سواتي تعال. أنا هلأ برجع. ليش عم تعملي كل هالشي؟ شو بدك مني؟ سواتي؟ مو هالبنت بتكون سواتي رفيقة جانا صح؟ ايه هي شو عرفها بأجيت؟ وليش جاي لهون؟ شو عم بيصير؟ تعي شو اللي عم يصير هون؟ انت سألت عن الشاب وقالوا لك انه منيح؟ ايه انا سألت عنه والكل قالوا لي انه الشاب كتير منيح. اسمعي منيح حاج، بكفي بقى تمثيل. كلمة تانية زيادة ما رح اتحمل بقى. تتحمل؟ شو بدك تتحمل؟ أنا اللي كنت عم اتحمل كل كذبك وكل ألاعيبك وقلة أدبك ووفائك. سواتي! ابنك هاد ضل عم يخدعني سنتين، كان عم يقول لي إنه وقت يترفع رح نتزوج، واليوم تركني ليتجوز بنت غنية. اسمعي، مين ما كنتي؟ إذا كنتي بتعرفي إنه أجيت عم يخدعي، كان لازم من الأول. ما كنت بعرف، أنا كنت غبية لأني صدقته. ضل يقلي إنه بحبني، بس أمه هي يلي مو موافقة على علاقتنا أبداً. كان يقلي إذا ما تجوزتك ما رح أتجوز أي وحدة تانية. على طول كان يقلي هاد الحكي، وعلى طول كنت اتأثر واتعاطف معه على طول. بس
أنا بشكر الله أنه عرفتنا وياه على حقيقته بفضل رفيقتي جانا. شو أجيت؟ قلي أنا عم بكذب شي؟ أه؟ قلي سواتي انسي الموضوع. جانا كيف بدك يعني انسى؟ هو تركني بعد ما ضل معي سنتين بحاله. أنا عملت كتير مشانه، رفضت كل اللي تقدموا لي بسببه، ضليت اتخانق مع أهلي كرماله، بس هو بكل سهولة قلي إنه كل شي بيناتنا انتهى. أجيت بدي حساب السنتين، كيف رح تدفع لي؟ كيف رح تعوضني؟ أنا آسف، رح أرجع. ماما هي البنت عم تكذب. ماما هي البنت وحدة كذابة. أنا عم كذب؟ أجيت نحن قضينا سنتين سوا وفيني أعطيهم الدليل. شو رأيك بهالحكي؟ شو؟ شو؟ أنت شو كنت مفكر؟ إنه سواتي بنت عادية هبلة وبسيطة؟ تقدر إنك تعمل علاقة معه وتتركها هيك؟ بس انت طلعت غلطان. انا ما رح اسمح لك تتركني هيك، ما رح اسمح لك تكمل بدوني. وانتي تعرفي ليش هو بده يتجوز بنتك؟ لانك رح تعطيه شقق كتير ومحلات. سمعتي بس ليش قلت شي غلط؟ مو انت اللي قلت هاد الحكي من شوي وما كنت عم اسمع لحالي؟ جانا كانت شاهدة معي كمان. فيكي إذا بدك تسأليها. نحن ما بدنا نسأل حدا عن الموضوع. عمري أنا وخبرتي علموني كيف فرق بين الصح وبين الغلط. أختي بعتقد لازم نوقف هون. عمي بترجاك لو سمحت لا تعمل معي هيك مشان شي صغير يعني. اسمعني منيح، إنك تكون على علاقة مع سنتين وبعدين ما تتجوزها شغلة مو صغيرة، على الأقل بالنسبة إلنا نحن. أخي بترجاك تحاول تفهمنا. نحن هلأ فهمنا كل شي بدنا إياه ومن اللي شفناه ما فينا ندمر حياة بنتنا بزواجها منه. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.